ميزون دارتيزون كترحب بكم كاملين في المدينه القديمه بمدينه الدار البيضاء الكبرى. دونك اللي بغى يجي عندنا مرحبا به، غادي تدخلوا البنات مع هذا القوس اللي كاين فيه المكانه ونتمنى لكم فرجه ممتعه. هي دار الصانع، دونك السميه ديالهم ميزون دارتيزون، دونك هذا هو المحل هنايا اللي كاين في القيصريه. قلتي لي سميتها رشيد؟ بنشوعه. دونك هذا هو المحل والفوق ديالو راه كامل ديالهم. فوالا وحنا تلاقينا مع النشاط، شي حفله كاينه، دونك كلشي هو هذاك. هذه هي لا ميزون ديالهم، وتبارك الله كما قلتي لي فوالا اجواء المدينه القديمه هي هذه. دونك نعاودوا ناكدوا على انها دار الصانع، هذا هو المحل. فوالا غادي تلقاو عادل رشيد تبارك الله الدراري كاملين غادي يخدموا معكم، ومرحبا بكم دائما في المدينه القديمه لو كور ديال كازابلانكا. نرحب بباتي الغاليات مشتركي ومشتركات قناه جميله اونلاين، مرحبا بكم مره ثانيه. اليوم بصراحه ما هذا العرس ما معروضه، مسبوع، ما اختنا، ما حتى حاجه، ولكن بغيت نلبس لكم هذه اللبسه الرائعه من واحد المحل. بصراحه انا متاكده ان شاء الله بانكم غادي تجيو، ودابا قبل شويه. دونك هذا المحل اللي هو اللي بيه ماشي ما عندكمش الكرا، عندكم غير البيع. دونك كاين غير البيع، ما كاينش الكرا. بصراحه اشياء جميله جدا في المستوى، ولا ارقى ولا اجمل دائما خاطر المراه المغربيه الجميله والانيقه. هاد اللبسه اللي لابسه لكم انا لابساها من باب مراكش. دونك حنا غادي نرجعوا نحيو يعني علاقتنا باب مراكش، السونتر ديال كازابلانكا، يعني القلب النابض دائما من الدار البيضاء الكبرى المدينه القديمه اللي فيها البنات باب مراكش. دونك كلشي تيعرف باب مراكش، حنا كنتواجدوا امام الكره الارضيه في القوس اللي فيه لاله امينه الغزاله ديالنا، اللي كان ديجا لبس من عندها واللي كاتبين حوايج ديال 50 درهم. دونك غادي نتلاقاو ان شاء الله قريبا جدا في قلب مدينه الدار البيضاء. ومعنا السي رشيد، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا سي زميلي. اش اخبارك اسيدي؟ لاباس. انا حيت قصيره ومتطويل، دونك غادي نرجع الكاميرا. نرجع الكاميرا الله يسعدك. باش نبانو كاملين. اش اخبارك اودي؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس. مرحبا بك معنا اليوم. ربي يخليك. الله يسعدك. مرحبا بك معايا في قناه اونلاين. هادي خلي الدراري غادي نكملو. دونك غادي نكملو. هذه اجواء مدينه الدار البيضاء الكبرى، وهادو هما ولاد الشعب، ولادنا ديما لومبيونس ديما. دونك بغيت تهضر لينا عندكم البيع، يعني كتبيعوا تكاشط؟ تكاشط ديطاي وجنا البنات الهبال ديال تكاشط، الهبال توب ديال السوق دائما. غادي تلقاو ان شاء الله في محل اللي فيه الاسميه ديالو توب موديل شهادي. دونك رشيد، شنو كتبيعوا ابار تكاشط؟ كنبيعوا كل شيء، كنبيعوا لي جابادور، الجنادر، فراش، فراش تاعهم، الجنادر الرجال، فاطمة سيبياس، اييه، فراش ديال الحضور، اييه، عبايات، يعني كل شيء، ولي فولار، لي صابو ديال العيالات، يعني غادي تقدا كل شيء، بلا غير، غادي تاخذ كل شيء وتمشي، هي وراجلها وولدها. اجيو مرحبا بكم. يعني العائله دائما كنقول الاسره المغربيه كلها غادي تجيو ان شاء الله طوب موديل شعاديل، وغادي تقداو كل ما بغيتو. دونك الادريس ديالكم بالضبط، هاد الدرب شنو سميتو؟ حنايا في باب مراكش، القناوه بالضبط، قصاريه ديال بن شوعه ديال جلالب. قصاريه بن شو؟ بن شوعه. بن شوعه. بن شوعه، اوكي. خاصه بجلالب. الله يعطيكم الصحه. مرحبا بك. مرحبا بكاع الناس. دونك التواصل العادل غادي تخلي الرقم ديالك. رشيد معروف، رشيد اللي هو 06-51-80-43-06. غادي نخلي لكم اكيد دائما في الفيديو شكون اللي غادي يجاوب، واش انت ولا عادي؟ لا انا ان شاء الله. انا دونك رشيد غادي تلقاو دائما الرقم الهاتف ديالو هو اللي غادي يكون ان شاء الله دائما اللي كاين فوق على الشاشه. ديال الواتساب هذا باش نخدموا بواتساب، وبحال ما جاوبناش راه كاين ديال الفيكس هنا. دونك غادي نخلي لكم الفيكس، وغادي نخلي لكم ثلاثه الارقام، الفيكس وجوج تليفونات ديال عادل وديال رشيد. شكرا لكم على يعني ذوق رفيع جدا، وكما قلنا البيع بالجمله وبالتقسيط. دونك خليكم معنا ما تمشيو فين. دونك هاد التكشيطه كتجي على هذا الشكل، هي اللي مورايا في الازرق. صراحه شكل جميل جدا، شكلها راقي. والثوم هذا شنو سميتو؟ هذا الكريب. هذا الكريب. دونك شوفوا، وكيبقى لكم دائما الاختيار انكم يعني تقلبوا. فيها طرزه من الله. هي فيها فوالا، فيها طرزه من الذهب. وكذلك اللي جميل فيها هو انها كتهبط، يعني هابطه بالخدمه حتى لتحت، هابطه بالخدمه لتحت. غادي نوريكم الخدمه اللي فيها البنات في الكتف. دونك حاولوا تشوفوا معايا الخدمه في الكتف. هذه غنوريكم هذا الموديل. هاد الثوب شنو سميتو؟ هذا الكريب. دونك هذا الكريب رطب بصراحه، انا ما عنديش بزاف مع الاثواب. دونك هذا الكريب مخدومه البنات. وهنا غادي نوريكم في التكشيطه الاخرى، هذا مطروز بالبرونز
وتنبت يعني باليد، يعني منبته باليد. فوالا هذا الحجر بصراحه شكلها جميل، شوفوا كيفاش كتجي في النبته، كتجي رائعه وراقيه. وفوزافي لو شوا، اما تخليوها بهذا الحزام واما ديروا ليها حزامات اللي بحال كيما في هذه اللي غادي نوريكم مباشره. دونك هذه شوفوا، غادي نقربوا، اجيو معايا تشوفوا. دونك شوفوا كيفاش كتجي الغاليات، هي هذه التكشيطه بصراحه كيما قلت لكم شكلها ولا اروع. مخدومه بشكل انيق بزاف، لي موتيف اللي فيها خطيرين، شوفوا كيفاش كتجي هابطه، يعني مخدومه كامله فريمون. الوغ هذه رشيد شحال فيها هذه الالوان؟ فيها البوردو اللي لابسه انا وهذا البلو مارين. دونك فيها البلو روا وفيها البيج. هذا الصفر غزال، فيها هذا اللون هذا سميتو هذا بحال كريمه داير فين هذا؟ هذا كتير، هذا كريمه، هذا الكريمه. فوالا دونك الكريمه كاين الابيض كاين البلوغوا وكاين الصفيفر وكاين الكريمه وكاين البلونكاسي والبوردو اللي لبس انا، واكيد هاد بالمارين. دونك هاد الالوان ديال هادي، وبصراحه كما قلت شكل ديالها البنات كيدير 2000 درهم، ولكن يعني كيقدر يوصل حتى 2000 درهم. نتوما كتقولوا 2000 وكتبقى هابط، يعني كتقدر تبقى حتى 1300 درهم 1200 درهم. ولكن هنا المفاجاه هي ان رشيد خلى لنا واحد الثمن، يعني بحال نتوما تاخذوها دابا بالجمله 900 درهم، يعني تاخذي التكشيطه فيها دو بياس والحزام ديالها منها فيها غير هنا شونجيتو الحزام. يعني ممكن شونجي كاين الحزام ديالها، ولا كاين الحزام ديالها هو اللي كنت فوالا اللي كيكون الحزام ديالها سامبل. هنا درنا لها حزام اخر، الثمن ديالها 900 درهم فقط لمشتركين ومشتركات قناه جميله اونلاين. غندوزو لهذا الشكل الثاني، هذا واحد الخضيضر ملكي كيحمق، وكنعاود ناكد على ان الطرز مطرزه بالصم الحر البرونز، وهادو البنات كلهم بيرلاج اللي مخدوم باليد، يعني هذا عقيق ديال هذا شنو كيتسمى ديال الزاج، هذا ديال الزاج فوالا. السمطه منها فيها الحزام، ودائما كيبقى لكم لو شو انكم تبدلوا كما بغيتوا. غادي نحاول نشدها كامله هي وهاد القطبيه باش نعرفوا رشيد عفاك الالوان اللي فيهم لي طاي. دائما نسينا ما قلناش من الام طرزه من اللور، ياك رشيد من الام حتى من الام تبدو بالاكس ال. دائما طرزه كتكون شوفوا هنايا غزاله بصراحه، الطرزه فيها كتحمق روعه. بالنسبه لي كولور ديالها اللي موجودين دابا هما هادو، غادي نوريكم البنات الالوان اللي فيها اللي كاينين دابا حاليا هما هاد الجوج، ولكن نفس حال دابا لا هي هذيك ما نعرفوش شنو الالوان اللي فيها، في البيج البيج والبيض المحل، ولكن من بعد غادي يكونوا فاش ديروكم غيكونوا هذا اللون بالضبط اللي كاين في، يعني فيها نفس الالوان بحال من الاول، كاين الازرق كاين البوردو كاين البيض كاين البلونكاسي كاين الكريمي وكاين الاصفر. فوالا غادي يكونوا كاع لي كولور. الله يعطيك الصحه، وفاتن بالمارين بالمارين وروج بوردو. وكنعاودو ناكدو على انها نفس الثمن بحالها بحال الاولى، يعني 900 درهم خاص بكم. غادي ندوزو لهاد التحفه، هذه انا سميتها تحفه، وهذه هي لو كود كوغ ديال الحلقه ديال اليوم. مخدومه بالشبكه، يعني غنحيدو من الكريب. الكميمات ديالها كيجيو بالشبكه رقاق فريمون، كتجي بحال الشكل ديال المسلين، كتجي غزاله فوالا. وكنعاود ناكد على انكم رشيد كتبيعوا بزاف، كديروا معارض على برا. فوالا كنديروا معارض على برا، عندكم اغلبيه الافارقه كيجيو. دابا شفت تبارك الله المحل، لا الجزائريين تونس، كنت في الجزائر تونس اليوم تلاقيت غير مع لي زافريكان. دونك هانتوما كنعاود ناكد على الستيل ديالها كيفاش داير. شوفوا هذه هنا شبكه خفيفه رقيقه فوالا تول، وهنايا شوفوا الطرزه في الكتف، شوفوا هذيك سطاتني بصراحه حمقتني، هذه مطروزه والبيرلاج كلها غزاله شوفوا كيفاش دايره، وكتجي هابطه كامله. واش فيها شي طرزه في الظهر؟ غادي نعاود نوري، وفيها طرزه في الكتف في الظهر ديالها، شوفوا كيفاش كتجي غزاله روعه بصراحه. وكلها التحتاني كيكون واقيلا فالونتينو، التحت فالونتينو الفوق تول اللي كيجي شبكه غزال بصراحه، وحتى اللون ديالها راقي بزاف. دونك هذه الثمن، واش هي بحالهم الثمن ديال هذه؟ مختلفه مختلفه، لان كتزيد الماء كتزيد الدقيق عادي. هنا كنعاود نوريها لكم كي دايره غزاله بصراحه روعه خطيره كامله، كتبان يعني حاجه كتبان من، وهذه قلتي لي هي التوب دابا اللي كاينه حاليا. هذه هي اخر ما كاين اليوم، وداكشي باش بغيت نزومها اكثر فاش يجيو هما يلقاو شي حاجه اكثر. تقريبا كل سيمانه كيكون عندنا موديلات جوج ولا ثلاثه الموديلات. الله يعطيك الصحه، هذه الثمن ديالها اخر ثمن، يعني ثمن بكل جميله 1000
و200 درهم الحاجه البنات اللي غادي تلقاو ب 3000 درهم وب 4000 درهم وب 5000 درهم. ولا بغيت ندير لكم الفيديو باش تشوفوا نتوما عارفين فين كاينين. بحال هاد لي تروك بحال هاد لي ستيل راه خصكم تجيو تشوفوها، راه لوحه فنيه فريمون ان طابلو الله يعطي الصحه دائما للصانع المغربي. هاد الشيء تحفه. دونك الثمن ديالها 1200 درهم. الالوان اللي فيها حاليا كاين غوج بوردو اللي كاين دابا، هادو كيمشي يمكن مشاو كاملين فيها الغوج بوردو وتيكون فيها النوار، فيها النوار النوار ديالها مختوم بالذات الله يجي غزال. البلون بلون كاسي حتى هو، هادو هما لي كولور اللي تيكونوا بيان. الله يعطيك الصحه رشيد. دونك هنا لي طاي كنعاودو ناكدو من الام تدوبل اكس، هذيك اللي لبست انايا ام جاتني جات على قدي، مع انها زعما تقدر تلبس ال ودوبل اكس ال. دونك هنا اللي بغات شي حاجه الناس غادي تسكرين وغادي تصيفط لرشيد وغادي يعطيها اللي بغات. غادي ندوزو لهاد الصفره هادي، غادي نحاول نشدها كامله. هادي مخدومه في البنوار، هادي الصايه ديالها كتجي فريمون بحال جونغ لا جيب، كتجي بحال الجيبا، كتجي عريضه كتجي زوينه. فيها ثلاثه ديال الطريزات من تحت كبارين، وفيها كذلك الطريزه في هنا، ولو كول ديالها كيجي شويه مغاير على داك العادي، كيجي طالع مع ثاني في من تحت. دونك هادي فيها الالوان حتى هي من هادي لا موسلين ولا شبكه، سي لا موسلين هادي، هادي موسلين لان رطيبه. دونك هادي موسلين كامله من الفوق، ها انتم يدي كتبان وكيف ديما ديما تكتكون طرزه من فوالا. شد لي عفاك رشيد هنا باش نوريهم على انها يعني مخيطه، ماشي ها انتم البنات هاد من تنبات تنبات باليد باليد، ماشي حيت كاين اللي كتكون غير ملصقه. غادي نعاود نرجع باش تبان كامله فوالا. الثمن ديال هادي والالوان اللي فيها غنشوفوا الالوان و او ميم طون نشوفوا باقي الاشكال. كاين الصومون ايه والغوز دونك الفير كاين الفير وكاين الفير شويه فونسي ليه، وكاين الروج وكاين داك الفيشيا وكاين الصومون. ملي كنقولوا التكشيطه دائما كيكونوا الصيف، يعني ملي كيدخل الصيف ضروري خصنا التكشيطه، خصنا عارفاش غنمشيو نكريو باثمنه اللي هي طالعه ولا كتاخذ شي حاجه. والناس اللي بغاو الجمله بغاو يعاودوا يبيعوا يعني في هاد ليزارتيكل مرحبا بهم، والف مليون مرحبا. ما غيلقاوش احسن من توب موديل شي عادل. دونك هنا التكشيطه ثانيه ستيل هادي، يعني ملي بغا دائما كنقولوا الاختيارات، يعني شوفوا ملي بدينا حتى لدابا. شوفوا هادي كيفاش مخدومه، هادي مخدومه بزاف يعني فيها خدمه كثيره حتى لتحت. هانتوما هادي الالوان اللي فيها، هذيك لي كولور فيها شي طرزه من الظهر كتف دائما. هذا حتى هو الكريب مطروزه دائما ضروري من البيغلاج. وهذا الشيء اللي هنا البنات راه كله عقيق، هذا راه كله عقيق باش تعرفوا. وهنا حتى هو دوك اربعه ديال الالوان اللي فيها، فيها البوردو وفيها البلمارين وفيها واحد الصومو بارد وفيها الغوز لي ميل كاشيري. دوك الثمن ديال البنات كيدير 1000 درهم، وفيها واحد الطريزه اللي كتجي فوالا في الظهر. الحزام ديالها عندهم الاختيار كلهم، يا اما يخدموا هذا الحزام ولا يخدموا حزام اخر، المهم هي كتمشي بالحزام ديالها. الله يعطيك الصحه. البلمارين البنات حنا ديجا درناها، غادي نوريكم هذا البلون كاسي روعه بالنوار صراحه جميله بزاف، شكل انيق. الناس اللي ما كيبغيوش كيبغيو شي سلته خفيفه، ومن التحت كتجي مشارجيه غزاله. دونك هذه فيها خدمه المعلم، وتشوف دائما موسلين ولا شبكه. هذا كريب، هذا الكريب تتبان بحال كريب، دايرين حتى التحتاني كريب تاعو هذاك. دونك الكريب في الكريب. غادي نوريكم الخدمه البنات كيفاش مخدومه. هنا مخدومه بخدمه ديال المعلم، والبيغلاج فيها خفيف، يعني كاين اللي ما كيبغيش داكشي يكون شارجي، ما فيها لا كتف لا والو. دونك هذا يكون الثمن. حتى هي عندها السمطه كلهم عندهم حزام ديالهم. هذه شحال الثمن ديالها عادل؟ باردون رشيد، هذه الثمن ديالها كتبقى 850 درهم. هذه 850 درهم. والالوان ديالها لي كولور اللي فيها دابا حاليا في هاد لي دوك، ولكن تقريبا فيها كاع اللون، اي لون غيتحرك هذا صح، فيها هاد الالوان كلهم اللي بدينا من الاول تقريبا كاع لي كولور تقريبا فيها شي 30 لون. تبارك الله. غير نوار تيبقى ديما في الفيغلاس كيبقى دائما نوار، خدمة المعلم ديما بالكحل. الله يعطيك الصحة. دونك غادي نمشيو لهذا الشكل اللي تا هو خفيف. دونك هذا تا هو الشبكة كتجي هكذا، فيها هادي الشبكه ملي كتكون مطروزه كتعطي واحد الجماليه اكثر واكثر. دونك مطروزه من بالبيغلاج ما فيهاش طرز نهائيا، هادي كلها مخدومه بالعقيق.
الخدمه في الكتاف والخدمه في الجلايل فيها واحد انتما انا متاكد على يعني منبته باليد ما كاينش هذه كلها ما فيهاش طرزه نهائيا كلها منبته ملي كتهز الشبكه فريمون فوالا ملي كتهز الشبكه كتحس ديالها تجي على هذا الشكل كلها مازال النار كاين ضو شويه الشعه معليش دونك هذه الالوان اللي فيها والثمن ديالها اللي طاي دائما من الام تال دوبل اكس ال الا بغات شي وحده شي حاجه عرض تقدروا تخدموها ليها بحال طرو اكس ال سورتو كيكون دونك اللي بغات شي حاجه غادي تكوموندي كتكون سور كوموند اييه فيها القصيبي وفيها الصومون وهذاك الغوز بيبي الثمن ديالها 1000 درهم دونك هادو البنات هذه اللي فيها غير البيرلاج ما فيهاش نهائيا الطرزه كتجي ب 1000 درهم بكل جميله دائما الوغ سي رشيد قلتي لي عندكم شي ليكيداسيون ديال شي تكاشط فوالا هما دونك هادو تكاشط اللي كتبقى فيهم واحد لا كونتيتي قليله فوالا وكتبغيو ديروا سيري بحال هكا وحده جوج وحده جوج يعني ما يعولوش على انها تكون اللي جات تهز كل شيء فوالا غيكونوا متنوعين دونك هادو يعني هادي موسلين حتى هي موسلين اللي مخدومه كامله دونك الثمنات قلتي لي يقدروا يوصلوا حتى ل 500 درهم الوحده 500 درهم يعني اثمنه خياليه وما غتلقاوها حتى شي بلاصه يعني تكاشط ديال 500 درهم ما كاينينش فيهم بزاف ديال الاشكال غادي نوريكم الشكل الثاني وكاين هذا الشكل الثاني حتى هو هذه كتجي خفيفه فريمون تاي بالبيرلاج تاي موسلين لا موسلين والساطع من تحت كاين هذا الموديل الثاني وكما قال رشيد كاين ستوك كبير في هذا الشيء اللي بغى هاد لي زارتيكل البنات غادي يتصل على الرقم اللي عطينا اما ديال رشيد واما الطرزه دائما كتكون في الظهر على هذا الشكل دونك هادو اشكالات كاملين فيهم ليكيداسيون توتال كيقدروا يهبطوا حتى ل 500 درهم يعني اللي بغات الجمله غتاخذ عندهم تكاشط اللي كتكون كما قلنا فيهم بياسه ولا جوج اثمنه خياليه وحصريه من قلب مدينه الدار البيضاء اذا من المدينه القديمه على قول الله اكبر شوفوا البنات هذه واحد السير غزال دايره بحال الشكل ديال حرير الدوده غزاله هادي كدير 600 درهم يعني كيبقى 500 600 وانتم هابطين شوفوا الشكل كتحمق يعني غادي تلقاو كما قلت ما غاديش نقدر نبينوا لكم كلشي ولكن كما قال رشيد يعني كاين اشكال كثيره ها هي يعني اللي جات الاولى هي اللي غادي تربح لا اله الا الله محمد رسول الله هذا فكرتيني في المبره غادي نوريو في الجهه الثانيه الوغ شوفوا هذه ديال المبره هذا المبره داك الموف في المبره الغزال هذا الشكل اللي كان خارجو داير ضجه في الانترنت يعني هذا ياخذ الانسان يخليه حتى العام الجاي ويلبسو الا كان وكاين الناس مازال عندهم البرد رشيد دونك تيجي كل في بالصم الاصفر والبيرلاج الجند كيجي هكا مخدوم كامل حتى هو هادي كندير ضجه في الانترنت راه كلشي عارفها دونك هادو شحال كيديروا هاد القفاط هادو قفيطنات ماشي تكشيطه قفطان 500 درهم 500 درهم وفي الوان بان ليا الازرق ياك باقي فيه الالوان باقي فيه الالوان روج بوردو دونك فيه الالوان ومرحبا بكم كاملين غادي نمشي مباشره الحوايج ديال الرجال يعني عندكم حتى جلابه جبادور السروال فاقه القفطان كتقولوا هل هذا السيل هذا كيكون طويل بالسروال اييه كيكون القفطان هو هذا وبالسروال ديالو كيكون طويل الارض كيكون مطروز دونك هادو الثمنات ديالهم بكون جميله شحال هادو الثمن ديالهم بكون جميله هادو كيديروا البنات 8000 ريال يعني 400 درهم كتوصل تالي الثمن كتوصل ل 750 درهم هادو مخدومين باليد ولا بالماكينه ولكن شي حاجه العقد باليد والتوب مليفه ديال اه داكو دونك التوب 400 درهم البنات فيهم لي طاي والالوان فيهم لي طاي وفيها شي 30 نوع تقريبا تبارك الله كاع الالوان من نوار من كل شيء تقريبا كاع الله يعطيك الصحه معليش معليش هذه فيها 3 بياس كتجي جبادور والفوقاني اييه شايف هذه الكولور لي كولور تكون دارجه بحال فيغ فيغ بلون بون كاسي الالوان كامله الثمن ديال هذه شحال شحال 600 درهم هذا البنات راه بكل جميله غادي نعاود نشدهم لان كاين الشعه كاينه النواغ اللي كتجي بالقندوره هابطه حتى الارض وكاين هذه هذه اللي كاينه دابا لعبة اييه لا موسلين كتجي غزاله لا موسلين فوق وقصان وكتجي طواكار اييه زايده هذه حتى الخدمه هنا مغايره هذه بكتخفي الغزاله
دونك هنا بخاطر الجاليه المغربيه الفوقانيه كتكون 3 كار فيتو باش تبان الخدمه روعه. هادي هادي شحال كدير؟ هادي اول مره عمرت واحد دابا الثمن. الله يعطيك الصحه، شكرا لك والله العظيم الى ثمن مناسب جدا. وانا كنحيي شباب اللي ما شاء الله بحالك وجاليه المغربيه اللي كنعطيهم تحيه كبيره، وان شاء الله غادي يجيو مباشره. اكيد نتوما تبارك الله ديما عندكم لي توريست والناس ما شاء الله كاع الاجناس تبارك الله دائما كاينين ديما كيجيو تبارك الله. شوفوا يعني كياخذوا الجمله هنايا، كياخذوا الجمله تبارك الله ما شاء الله. دونك دائما كاينين الناس اللي كاين فوق هاد. غادي نكملوا في الجبادور الخضر الملكي. لا لا هذا سكري جديد، هذا باقي ما كايناش. هذيك حمقاتني، هذاك تحفه وكنسالفوا حنا في المغرب نقدروا الكري ديري في السيفه ديري في المغرب. تقدر تلقاي غوج بوردو، تلقاي بلونكاسي، كاع اي لون تلقاي هنا في السيفه فيها 70 لون. وحتى الشوش السيفه مخدومه بشكل السيفه وري لها الطرزه كي دايره هي. الثوب ديالها بعدا راه الثوب خاطر، الثوب ديالها داير بحال شكل ديال الجين ومخدومه هنا بالخنجر تيقولوا له الخنجر. هذا الستيل فيها 70 لون روعه. 70 لون تقريبا دابا غير الكري فيها 5 لون. كيختلف هنا عندنا بلون مارين غادي يكون غوج بوردو، يقدر يكون بلون كاسي. روعه عرفتي هذه في اللبسه كي غتجي غتجي كتحمق. دونك الشابو معاها ولا لا؟ داك الطريبيش اللي معاه لا داك لا هذاك ما معاهش. دونك تجي هي والسروال فيه دائما واحد الموتيف السروال حتى هو مفروز فيها دائما السروال. ركزوا لي البنات فوالا على العقاد. دونك هذه كما قلتي لي الثمن ديالها، الثمن ديالها ب 90 درهم. شحال؟ 90 درهم 4000 ريال. هذه الله يعطيك الصحة. لا هذه هذه تحفة كما كنقولوا دائما، هذه كادو من الدار تقريبا اللي غير لبساني في المغرب باقي ما خاصه من التوب موديل ديالكم. الله يعطيكم الصحه حتى داك لو تروك اللي كاين في هنايا الخدمه غساله. دونك هذه نفسها نفس هذه غير الخدمه اللي مغايره. شنو اللي الخدمه ديال هذه تخوا في غزيت هذه نفس الخدمه ولكن هاد الزواقه عجبتني بزاف. هذه اللي دايره دابا كلشي زواقه راقيه هذه غزاله ديديكاس لكاع اللعابه ديالنا الرجويين والوداديين دائما. هنا هذه ناقصه على 500 قلتي هذه 550 نفس الخدمة غير هذه الخدمة ماشي بحال هذه الخدمة وكيبقى لكم نتوما الاختيار. هذه حتى قلتي لي فيها كاع الالوان ايوا طبعا نشد لكم كاملين باش تشوفوهم كاملين. وتبارك الله اللي لابس نتاع رشيد هذه هي اللي كاينه في الماركات. هذا موديل جديد، موديل جديد ولكن الخدمة روعة بصراحة. الخدمة اللي فيها سمح لي نشوف الخدمة غزالة وحتى لي كولور شوفوا غادي كاينه هذه اللي وريتكم وكاينه هذه غير هذه الثوق اللي لابس رشيد تبارك الله الثوق عامر وهذه الثوق خفيف على حسب. هذه كيديروا عندكم حتى قلتي لي لي افريكان بزاف كلشي باقي هنا هذا الموديل هذا ماشي ان شاء الله عاد غيتفران واخا تبارك الله بماكينه ولكن مفينيه كنقولوا الخدمه مقتوله ياك تيقولوا نيتا. شوفوا الخدمه هنا والسنسله ياك هذه بسنسله بسنسله فوالا خدمه كتبان بحال ديال اللي زعلا داكشي مقاد لوكون ديالها. شوفوا الخدمه هنا كيفاش غاديه بالضفيره الله يعطيه الصحه. راه كنقول دائما البساطه والاناقه دائما. دونك هادو الثمن ديالهم هاد الفاقه اللي هادي كتبقى 300 درهم 300 درهم. انا في العيد شفت كنهضر عاديين جدا الثمن ديالهم وصل 300 درهم فانا غتاخذي شي حاجه ما لابسهاش بزاف الناس. وشوفي دائما الجيوبه راه كاينين ديال 100 درهم كاينه من 100 درهم 200 درهم كاينين اوكي غادي نحاول نشد لكم الجن. دونك ها هي هذا هو الخنجر اللي كيكون هنا فيها الجيوبه ياك فيها الجيوبه. شوفوا الخدمه الجيب خاوي كنقولوا ولكن شوفوا الخدمه كيفاش هابطه شتي كتجي غزاله بصراحه. 300 درهم فيها الالوان كاملين ولي طاي من الان لي طاي كاين 36 دابا الرجال لي طاي درجه ماشي ماشي بحال ديال العيالات اوكي. دونك فيها من 36 نديرو على النظره ديال الديكور نشوفو الالوان من 36 كاع لي طاي يعني كلشي يلبس هذا هو ليفيكتيف كلشي يلبس غنشوفو. وكاين حتى ديال الصغيورين كيحمقو عندكم حتى ديال لي بيبي غادي ديال الصغار ديال الصغار هادي 3 بيس عندكم من عام ولا اصغر؟ من عام 16 عام كلشي يلبس. دونك عندنا المارون هذه في خاطر هدى حماقيت واحد صاحبتي باش نقلب لها على خوها مي ما لقيتش بصراحه ما كنتش كنعرفكم قبل
دونك ها هي كاين كلشي هنا، كاين المارون كاين الكحل كاين البيض بالازرق كاين الشويبي، الالوان كامله هي حداكم. واختاروا اللي بغيتوا دائما. الثمن كنعاود نذكر على انه 300 درهم. هذوك ديال التورين شحال كدير الثمن؟ الثمن بحال الجمله. وهذه من هذيك شحال هذيك؟ 100 درهم. اوكي. والكبيره ديما الثمن ديال الجميل هذه من 10 سنين الفوق، من 10 سنين الفوق 120 درهم. 120 درهم تحت 50 تحت 100 درهم. اوكي الله يعطيك الصحه غزاله. من 10 سنين الفوق يعني كلشي يلبس انا. دونك هنا دائما العالم المغربي، هذا ديديكاس منا دائما للجاليه المغربيه اللي كنحماقوا عليها. فوالا عالمنا المغربي اللي ما كاينش بحاله، فليحيا المغرب والله يدوم علينا ان شاء الله السلم والسلام والامن والامان. دونك ما نسينا ما وريناكمش الجلابه ديال الرجاليه، جلابه غزاله. هادي شمن ثوب؟ هادي خفيفه. تاينا دابا نتوا بال هاد لبس صيف وديال هاد القيطه بارده بصراحه. دائما سفيفه والعقاد دونك فيها الالوان كاملين. 25 لون. الثمن ديالها بكل جميله رشيد، هذه بخاطر الرجال بحالكم ما شاء الله. 250 درهم جلابه ناضيه واجده فيها كاع لي طاي. وكاينين لي موديلات اخرين في الجزائر عاوتاني كيكونوا رخاص في الثمن بحال هكا. هذه جلابه المعروفه الغي، كتجي بحال شكل ديال جوهره ياك ولا جوهره؟ هذه غير شكل ديال جوهره. اوكي. الثوب ديالها شحال دايره في الثمن؟ 120 درهم. الله يعطيكم الصحه. كلشي يلبس، كلشي يلبس 120 درهم. المغاربه كلهم يلبسوا، الجاليه المغربيه ان شاء الله يجيو مباشره من حجه وزياره للمدينه القديمه. كاين هذا السيل هذا حتى هو، شوفوا هذه اللي كتجي هكا لولا هذا على شكل جوهره، لان كيجي غير فيها من هنايا كيجي محبب شويه والغيار. دونك هذه حتى هي شحال؟ 100 درهم. 120. اوكي هذه بكل جميله 120 يعني كانت اكثر. اوكي سيدي دونك هنا 120 درهم جلابه ابتداء من 100 درهم غياخذوا اللي بغاو. 100 درهم. فوالا الطراب شحال كيديروا؟ لا كيقول لها العمامه ياك هذيك اللي كتجي شحال كيديروا الطربوش؟ دونك الطربوش المغربي، الطربوش المغربي 70 درهم في خاطر الناس المغاربه الغزالين. كيديروا الوالد 30 50 درهم. انت راه خا كطوي كيبقى مزيان سي فري. الله يعطيك الصحه. مليفه وكاين في الالوان كاين اللي ولات بزاف. هادي الله يحفظ لينا سيدنا يا ربي. دونك دائما الكاليتي كما كنقولوا. هادي كتبقى 50 درهم وتا هي فيها الالوان كاملين. كيبان لكم البلو مارين والبيض، ها هما الالوان ديال طرابش. دونك هادي شي حاجه زوينه اليوم بصراحه، حلقه زوينه ديديكاس منا لكاع الرجال ديالنا. انا كنعاود ناكد على هذيك شنو سميتها ديك اللي قلتي لي هكا رزيزه؟ هذه رزه. الرزه فوالا حتى هي في اللون. دونك هنا الثمنات كيبداو من 30 درهم. وكنعاود ناكد على ان هنا ملي غادي تدخلي ان شاء الله غتلبسي انتيا وراجلك وكذلك حتى وليداتك. نكونوا في محل توب موديل وما نديروش واحد لا بتيت فيديو على يعني واحد النظره بسيطه على لي صندال على لاختيزانا ماروكين. دونك هنا بصراحه اشكال راقيه في الشربيل المغربي باحلى طله ديالو. شوفوا غزال هادشي كيحمق كيحمق والوان روعه راقيه يعني كتمشي لك مع كاع التكاشط. هذا في خاطر كنعاود ناكد الجاليه المغربيه كيموشوا على هادشي البنات. حنا في المغرب ربما هادشي كنشوفوه يوميا. دونك هنا لي بخي عندكم منين تالينا رشيد؟ لي بخي بحال هادو اللي عاليين باش نجبد شي واحد. اييه ورينا. هادي غالية كتبقى 150 درهم. 150 درهم. هادي بلي مخدومة باليد. هذا راه البرونز البنات خاصكم تشوفوا كيفاش دايرة. والثوب غزالة مطروزة حتى هنايا شوفوا يعني في ال شوفوا هنا الطرزة هنا والطرزة هنا. وهذا الكاليتي مزيانة ماشي لا كاليتي مزيان. دونك 150 درهم فيهم من 36 حتى ل 41 الوان كلهم هما هادو ديالهم. ودائما الطرزه كتختلف ياك لنفس الطرزه كاين على حسب الموديل. دابا حد الان دابا عندنا جوج موديلات اللي كاينين دخلوا هاد السيمانه هذه. هادو هما اخر ما كاين في الشربيل المغربي. كيكون عندكم لي ساك ديالهم؟ لا هادو بلا ساك.
لكن اللي بغيت نديرو المساك راه كاين كاين شي حاجه بالصاك وكاين بلاصاك. دونك هنا وهاد الاخرين شحال دايرين نوريهم الالوان. هما هادو اللي تحفه. هادو 100 كيبقاو 100 درهم 2000 ريال وفيهم دومي تالون. ماشي ماشي دوك الشربيه كيكون بلا بلا كامل هكا يعني الطالون. وشوفوا هنايا هذا باليد حتى هذا مخدوم باليد يعني ماشي غادي تلبسيه اليوم وطيح ربطه. شي ياخذوا 100 درهم هذا تاعو بحال هكا. ايه هادو اللي سامبل هكذا هادو وهذا الخزير زاهر. هادو اللي سامبل هذا الموديل الاول ديال هذا. ايه غير دابا ولا ببيرلاج 100 درهم حتى هو. وغادي نمشيو هادو ديال الرجال. ايه الوغ البلغار الرجاليه الرجاليه فيها بزاف ديال الديكاليز. يلاه هادي حتى هي الناس الجاليه المغربيه تيقول لكم جميله ما كديريش لنا حوايج الرجال ردي هما براتكم. يلا من راسك من الراس للساس الفقير. هادي الرجال كلها وجيبو كاين ابتداء من 70 درهم حتى ل 300 درهم. عطيني شي وحده 70 وعطيني وحده 300 مثلا. هاد الخديط راه شحال؟ بحال دابا هادي ديال 70 درهم. هادي 70 درهم حتى هي جلد. جلد ولكن الخدمه عاوتاني كتكون مختلفه. وهادو راه ماشي اثمنه ديال على برا، برا راه كاين اغلى. يعني هنا اثمنه ديال الجمله كنعاودو ناكدو. بريكو. ايه. هادو ديال 70 وهادي هي ديال 70 غتلقاوها برا ب 150. على حاجه عندنا هنا هي هادي. الروزا سوبر واير. اه داكو. كتلقى الجلد ديالها غليظ وخدم الفينيسيون. اكثر فينيسيون هاد الطرزه هادي شوفي دايره من طروزا. دونك هذا هو الفرق ديال في اللبسه. انت نوريك دابا بحال هادي حتى في اللبسه كتبان هادي مجموعه. اه سي فري هادي من القالب ديالها شكل شكل. دونك عندكم من 70 درهم حتى 300 درهم والالوان والاشكال. هاد لي سوندال الرجال والعيالات بحال لابس نتاعي بحال لابس ديالك بحال السوندال هادي كتلبس في اي وقت تخرج بها. سي فري بصح الميديكال تاعي دائما الخدمه ديالكم هادشي كيتصاوب عند كلشي ديالنا. الله يعطيك الصحه. يعني من المغرب مغربيه 100%. هادو هما الالوان ديالها الثمن ديالهم شحال كيدير؟ هادو كيبقوا 100 حتى هما 100 درهم. يعني اليوم صندله ديال شاك جوغ ديال كل نهار درجال كتكون مفتوحه من القدام بحال لابس بحال لابس رشيد. مريحه ياك رشيد في الرجل مادام كتخدم بها يعني راه مريحه وفيها الوان جميله. كاينه اللي مسدوده وكاينه اللي مفتوحه. يا كاينه اللي كتكون كاينه مسدوده وكاينه مفتوحه. غادي نعاودو نشوفو تبارك الله نظره كامله باش نوريكم. كما قلنا كاين واحد السيل اللي عجبني بزاف بصراحه وهو هذا اللي فيهم هاد لو تخيك ديال شانيل. هذا حمقني السيل ديال وراقي البنيتات هكا ديت لبس مع الرومي والبلدي هادشي مع كلشي. السيل زوين فيها الوان بنيته هذاك دايما من الفوق ومن تحت. شوفوا شانيل غزاله شانيل متباشر لداخل. واو ايه هادي اكيردي غزاله. دونك هذا الثمن ديالو شحال؟ هو الصاك. هو الصاك الثمن ديالو 150 درهم. 150 درهم البنات هو الصاك ديالو. ما حطينوش هنايا المهم. كاين في البغضو اللي وريتيني راه هي فين هبطات. دونك كاين البغضو وكاين شوف البغضو ديالها. كاين لي كولور تقريبا. فيها النواغ فيها كلشي. كلشي كتحمق وكنعاودو ناكدو ان الطرزه يعني مطرزه حتى لداخل. شوفوا الثمن ديالو 150 درهم يعني غير اللي ما بغاش. هادو اثمنه ديال الجمله يعني كاينه في البيج كاين الموف كاين الكحل كاين البغضو كاين الالوان كامله. هادو الحزينات ديديكات لي مامون. هادو دابا ولاو كيمشيو مع التكشيطه غزالين. التكشيطه وسبرديله واحد ولاد دابا لا طوندونس التكشيطه وسبرديله. هادو شحال دايرين؟ كيجي بحال هادوك اللي كيكونوا هابطين كسيوات كيديروا معاهم هادو. هاد المجيدلات شحال كيديروا هادو؟ 20 درهم 400 ريال. وعاد السماطير كاين اشكال حتى هما ديال السميطات الفام. ولا غياخذ بياسه نقدر تخليوها لي يعني الكعرج بشكل هديه. دونك اللي خدات عندنا بياسه غادي تاخذ هديه البنات هذه ها الوالده ديالها غادي تمشي معاها. هذا ورشيد دابا تبارك الله جا عندكم البنات عطيتهم هدايا. يعني كيبقاو دائما الدار الكبيره دائما هما المغاربه. قبل ما نمشيو غادي نوريكم هاد القنيطر ان شاء الله غادي يكون مازال حلقات كثيره على حسب تفاعلكم مع الفيديو. يلا لا شافوا الناس بزاف وجاوا بزاف اكيد ان شاء الله غادي يكونوا حلقات وحلقات. غادي نركزوا على المفاجاه ديال اليوم هي ان محل شامل تبارك الله فيه حتى لي فولا. دونك عندكم فولارات ابتداء من ابتداء من 40 درهم من 40 درهم حتى ل 120 درهم. شنو اللي عندك ب 40 شنو اللي 120؟ عجبني هذا الستيل هذا شوفوا كيجي غزال صراحه. هذه تبقى 50 درهم 50 درهم تقريبا اغلبيه هنا عندنا 50 اغلبيه 50 درهم. شوفوا ممكن تحلو كامل باش نشوفوا. عندكم حتى الكشطه ديال الفيديو الصغار فولار كبير و باردون. دونك اما يجي شال الا بقى على جوج واما يجي فولار. دونك هادو هما الشكالات
هادو 120. هذا ديال دمر ترونسبارون شال هذا. وكاين اللي فولا كاري عادي معروفين. اييه. هادو ب 40 درهم الواحد. كيكون 60 درهم في المارش. يلا دونك حاجه ديال 60 درهم هنا كاينه ب 40 درهم. هذاك الماغو هذا تا هو غزال هذا. هذا فولار كاري تا هو. هذا فولار كبير. 40 درهم. 40 درهم. روعه غزال. دونك فيه بزاف ديال هاد لي موتيف اللي كيكونوا فيهم الالوان كيمشي مع بزاف ديال اللباس اللي عندنا ولا الجلابه ولا اي واحد الشيء اللي كاين. بصراحه كما قلت لكم المحل تبارك الله ما شاء الله فيه بزاف ديال لي زارتيكل اللي غادي يعجبكم كثير وكثير. فيه كذلك عبايات، فيه قنيدرات، فيه قال لي قنادر عندكم ابتداء من 100 درهم ديال بحال هادشي. يعني كاين قنيدرات ابتداء من 100 درهم وتكاشط دونك هاوتا ما غادي يزقلها حتى واحد. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى لكم إن شاء الله تكونوا يعني استمتعتوا معنا في هذا الفيديو، ومازال العديد من المفاجآت في محل توب موديل، دونك إن شاء الله غادي نحاول ندير لكم واحد الجولة خفيفة ظريفة على باقي الموديلات اللي كاينين، وكان اللي كنتمنى من كل قلبي أنكم إن شاء الله تجيو تزوروا المحل، ولا يعني تواصلوا مع رشيد اللي غادي يعطيكم كل ما بغيتوا يعني في الواتساب، وغادي يرسل لكم الصور. وان شاء الله تواصلوا معاه، والناس اللي كيبغيو جمله اكيد غادي يلقاو يعني كل ما بغيتو. حمقتني هذه اللبسه صراحه الزرقاء على شكل لبسه هنديه، ولكن هي بالمغربيه ديالنا غزاله هذه رشيد. فواحد هي اللي عجبتني داك الستيل ديالها كيجي فن. لبسه غزاله خفيفه وقلت لي يلا جاي ان شاء الله الموديلات. دونك هذه البديه ديال الصيف دابا ان شاء الله سال رمضان. مازال العديد من المفاجات اللي كيوعدكم بها رشيد، ومحل توب موديل شاديل. دونك مرحبا بكم كاملين في الجلابه، في الجبادور، في القندوره ديال رجال وعيالات، وكما قلنا كاينه هوته ما غاديش تسخاو بها. شكرا لكم كاملين، شكرا لرشيد، شكرا للدراري اللي معنا. ودائما شي حاجه اللي زوينه وما غاديش ندوي عليها، محل اللي هو راقي وجميل وفيه كل ما كيتعلق بالمراه المغربيه والطفل وحتى راجلها. دونك رجالنا دائما هما تيجان فوق راسنا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب مصطفى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميمور ميمور دوا سيغ ما شان. كنحماق عليكم، باي باي.